لو اجينا على الليسن 4 بيقول لي يوزنج ويندوز باور شيل فور اكتف دايركتوري دومين سيرفيس ادمنستريشن، يعني بده اياني استخدم اوامر الباور شيل لعمل اداره لايش؟ للاكتف دايركتوري. يعني بده اياك تستخدمه كيف من خلال الباور شيل تعمل مانج لليوزر اكاونت، كيف بنينا اليوزرات بس من خلال اوامر باور شيل، مانج للجروب، مانج للكمبيوتر، مانج للاو يو. بعدين بيكلمني عن شغله اسمها البلك. طيب خلينا نمشي هيك خطوه. احنا اتفقنا يا شباب سابقا وقلت لكم الباور شيل موضوعه مش اني احفظكم كوماند لانه انا نفسي مش حافظها، الموضوع انه اعلمكم كيف تتعامل معه، كيف تتعامل معه. وشفنا ومرينا بحالات كتير بالتعامل معه انه هو مرن في التعامل، عامل زي انظمة سيسكو، اذا كبس تاب بكمل لحاله والامور هاي كلها. وفي حال انك انت ناسي مثلا شو بدك تكتب، اذا كتبت اول كلمة وبعدين حطيت شحطة وكبس تاب يعطيك كل الاوامر اللي ممكن تتلي هذا الامر، فهو رتب لك هذا الموضوع. واتفقنا برضو وقلنا انه اوامر الباور شيل محدودة، يعني مثلا هون مثلا بالنسبة للأوامر اللي خاصة بإدارة يوزر على الأكتيف دايركتوري، اللغة تبعت الباور شيل محاكية للغة تبعتنا. فأنت لما تكون تعمل نيو يوزر في الأكتيف دايركتوري اسمها نيو أكتيف دايركتوري يوزر. نيو إيش يعني؟ كرييت، أنا ببني. لكن سيت دائما السيت عبارة عن إيش؟ زي موديفاي، يعني بدك تضيف عليه شيء، هو مبني بدك تعمل له موديفاي. فبتقول له ست لليوزر الفلاني، او مثلا للباسورد برضو يعتبر الباسورد، او انك تحدد له الاكسبيريشن له لانه يكون متى ينتهي الاكاونت هذا يصير ديسيبل او انيبل. كلها بالنهايه هي تعتبر ست، يعني بالنهايه هي موديفاي. الانلوك اكتف دايركتوري اكاونت هذا اللي تكلمنا عليه اللي هو لما واحد يعمل بلوك لثلاث مرات باسورد غلط. الانيبل الديسيبل للاكاونت، ومعطيني مثال تحت. تعالوا نشوف كمان لو مشينا خطوة هون لخص لك كامل الأوامر اللي بتعامل معها باور شيل. فقال لك لنيو السيت الجيت، قلنا الجيت ايش هي؟ زي الشو، زي الشو ورجيني. الريموف ريموف، الاد هو إضافة، إضافة يعني اد ممبر تو جروب، مثلا بدك تضيف يوزر لجروب معينة فهي إضافة. الجيت برضو اتفقنا هي زي برضو شو، الريموف ريموف. اذا لاحظوا الاوامر بتتمحور حوالين نيو وست وجيت وريموف واد. في اشي تاني بينهم؟ هي هاي اوامر باور شيل كلها حوالين 5-6 كلمات بتكلم، تمام. وتكلمنا برضو وقلنا انه مايكروسوفت حاولت تساعدني اكتر من خلال انها وفرت لي الباور شيل اي اس اي، صح؟ متذكرين الباور شيل اي اس اي؟ انك تيجي هون على تولز وتقول له دخلني على الباور شيل اي اس اي مثلا. فهذا الباور شيل هو بيتعامل مع الجي اي، مش موجود بنسخه الكور. قلنا هذا عباره عن ايش؟ انك انت اذا مش عارف شو بدك تكتب او مش عارف شو بدك تسوي، بكل بساطه انت بامكانك تيجي هون، وين الليست اللي لازم تظهر هيها، تقول له مثلا بديش كل الاوامر تبعت الباور شيل، انا بدي اوامر الباور شيل اللي خاصه بمين بس، بمين؟ بالاكتف دايركتوري. اذا هاي الاوامر اللي موجوده على كل الباور شيل اللي بتخص الاكتف دايركتوري ما دونها ما في، هاي كلها موجوده قدامك بنفس الاد الكلير الديسيبل الانيبل الجيت الريموف النيو، ما في غير هاي الاوامر، شايفين؟ فلو مثلا بدك تقول له نيو، تعال نشوف نيو، نيو اكتف دايركتوري جروب، نيو اكتف دايركتوري يوزر، تعال نشوف تبعت اليوزر وين هاليوزر، نيو اكتف دايركتوري يوزر هاي. قلنا ساعدني هذا اللي هو الاي اس اي من وين ساعدني؟ كيف ساعدني؟ انه انت ممكن تيجي تقول له شو ديتيلز، قال لك والله انت قلت لي نيو اكتف دايركتوري يوزر، إذا بدك أساعدك أكثر كجي يو آي هاي معطيك تابات هون عبي جواها. النيم شو اسم النيم؟ اسمه أحمد مثلا. الأكاونت إكسبيريشن حط له إياه، الأكاونت ديليجيتد حط له إياه، الباسورد تبعه، المش عارف إيش، تعال قول له رن رن. لقيت إنه طلع عندي الأمر نيو أكتف دايركتوري يوزر وإيش؟
ونيو والنيم ايش كاتب لي؟ احمد. طب بديش انا استخدم هاي الطريقه، بديش استخدم هذيك، انا بدي اجي هون اقول له نيو اكتف دايركتوري يوزر، بس مش عارف بعدها بدي اكمل هو ايش بده، النيم ولا بده الباسورد ولا ايش بده، انا مش عارف. اكبس شحطه، ايه جاب لي؟ كل الاوامر اللي تحت، صح؟ اذا معناته انت الباور شيل هو سلس في التعامل، مش هالصعوبه فيه. هذا على الاي اس اي. طب لو مش الاي اس اي، لو الباور شيل العادي نفس القصه، تعال على الباور شيل العادي وقول له هون ويندوز باور شيل ونفس القصه، قول له انت وقول له نيو اكتف دايركتوري يوزر، هاي تاب كمل لي اياها، مش عارف شو بدي اكمل، مسافه شحطه، واقول له تاب، يلا بقول لي ايش بدك، بقول له ايش، اقول له بدي النيم مثلا، ممكن اختصر حالي اعطيه حرف الان، بعدين هو لحاله بيجيب لي النيم، اقول له حرف الان تاب جاب لي النيم، اسمه اف اف مسافه شحطه، بدي احط له باسورد او هاي باسورد واحد، ارجع باك شوف، اقول له مثلا الباسورد مسافه باسورده باسورد. اذا موضوع التعامل مع باور شيل ايش ماله؟ قلنا مش هالصعوبه. مع هيك مع هيك انا جبت لكم مجموعه من الكومنت اللي بتتعامل مع هذا الموضوع، فجبت لكم اهم الاوامر اللي ممكن تستخدمها مع الباور شيل. فلو اجينا عند رقم 23 فراح الاقي انه احنا خلصنا هذول طبعا 23 انا حاطط لكم فيها كل الاوامر اللي ممكن تستخدمها مع اليوزر او مع الجروب او مع الجروب او مع الكمبيوتر. فهاي اكثر الاوامر اللي ممكن تلزمك في شغلك في يوم من الايام، بس مش اكثر من هيك كاداره الاكتيف دايركتوري لليوزرات وما اليوزرات والامور هاي كلها. طيب في شيء ثاني عمل لي اياه مايكروسوفت تساعدني اكثر؟ قال لك يا سيدي انا بدي رايحك اكثر، تعال معي اطلع. احنا مش تعلمنا يا شباب انه انا بقدر ادخل من السيرفر على ما يسمى بالاكتيف دايركتوري ادمنستريتيف سنتر، صح؟ قلنا الاكتيف دايركتوري ادمنستريتيف سنتر هو مكان جديد لاداره الاكتيف دايركتوري، مع انه موجود من سنه 2008 بس طوروا عليه في 2012 و2016. طيب لما انا دخلت عند الاكتيف دايركتوري هون يوزر اند كمبيوتر سوري الادمنستريتيف سنتر، لما اجي على الدومين تبعي وبالتحديد مثلا اجي على الاتش ار، الاتش ار ما فيها ولا يوزر صح؟ اطلعوا معي لو اجيت قلت له بدي اعمل لك نيو يوزر، وقبل ما اكبس اطلعوا هون هون لو كبست على هاي، عشان اذا مش شايفينها، شايفين هاي اللي تحت السهم، لو كبسته جاب لي شيء؟ ما في شيء، فاضي صح؟ اطلعوا معي لو ارجع انزله وارجع اجي هون اقول له بدي اعمل لك نيو يوزر، اقول له والله هذا اليوزر الفيرست نيم له اسمه تيست مثلا، اللاست نيم اي اي، اليوزر برنسبل نيم اللوجن نيم نقول تيست، اقول له الباسورد تبعه باسورد واعيد له الباسورد. تعالوا خليني اكتفي بهيك، بديش اكمل بقيه المعلومات، بس اقول له اوكي، اقول له ايش اوكي، انبنى معي صح؟ ايش اعطاني؟ فيلد كرييت تيست، فيلد كرييت اوبريشن يو بي ان، كانه احنا في عندنا حدا عاملينه تيست من الاول شكله. تعال نقول له تيست 1 يا سيدي ولا تزعل، هاي تيست 1، واقول له اوكي بنى لي اياه صح؟ تعال نرجع للسهم اللي طلعنا عليه من الادمنستريتيف سنتر عشان اوريكم مايكروسوفت كيف بتساعدنا. اكبس عليه، قال لك شوف يا صديقي كل اللي انت اشتغلته قبل شوي لليوزر اللي انت عملته، اذا بدك تشوف كيف عملته بالباور شيل اكبس على السهم اللي تحت، كتب لي كل الاوامر، شفت الكلمتين اللي عملتهم بالجو اي؟ كل هدول بالباور شيل، فممكن تاخذها كوبي وتستخدمها فيما بعد. جاهزين خلص تتغير الاسم، يعني لو انت مش عارف كيف تكتب الاشي هاي طلع ايش اعطاني. اول وحده، اول وحده بلشناها لما عملنا نيو اكتيف دايركتوري يوزر، فايش قال لي؟ طبعا ممكن ارتبهم بطريقه طوليه وممكن ارتبهم بطريقه ايش اللي هي هيك طولي يعني عمودي او افقي. اول وحده قال لي اذا بعد ما انت عملت نيو اكتيف دايركتوري
انت محتاج تحط الديسبلاي نيم، انت محتاج تحط الجيفن نيم. طبعا الديسبلاي نيم اللي هو الفول نيم، الجيفن نيم هو الاسم الاول، النيم برضو اسمك الفول، الباث وين موجود هذا اليوزر، موجود جوا الاو يو اللي اسمها اتش ار، جوا الدي سي اي يو دي سي دوت كوم. كلمه باث هاي بالباور شيل، بعدين انت يعني دائما ورا الشحطه هاي لغايه النقطتين انت بتتكلم عن امر باور شيل، اللي بعده اللي انت بتعبيها القيمه اللي انت بتدخلها. اذا معناته قال لك انا حتى على مستوى الباسورد بدك تعرف كيف حطيناه، هاي الباسورد تيجي بتقول لي نشوف هون بالنسبة للباسورد قال لك قل له set active directory account password، بعدين تعطيه المعلومات تبعت الباسورد والأشياء هاي. إذا برضو هاي من ضمن المساعدة من مايكروسوفت إلنا في مواضيع إيش الباور شيل. إذا أنت مش عارف تلاقي أوامر الباور شيل بكل بساطة روح ابني يوزر وخذهم كوبي بيست واستخدمهم فيما بعد. اي لو جروب لو ايش ما تعمل بتلاقيه من هناك ابني اويو بيطلع لك اياها ايش ما بدك. تمام اوكي هيك احنا هاي بالنسبه لاوامر باور شيل، مش حخوض في الموضوع اكثر من هيك. لكن هون طبعا بالباوربوينت برضه جايب لي مثال لكل واحد منهم، لكن انا بصراحه اللي هاممني في هذا الموضوع ايش هو اللي هاممني في هذا الموضوع، موضوع البلك اوبريشن، لانه هذا موضوع البلك انت راح تواجهه في شغلك، راح تواجهه ما فيش مجال. شو الفكره من الموضوع؟ هسا انت توظفت يا سند في شركه جديده، الشركه اللي قبلك والله الزلمه اللي كان قبلك الحاكم اللي قبلك، احنا عندنا 2000 يوزر 2000 موظف في الشركه، بس الزلمه اللي كان قبلك كان يخفص، فاحنا معطينك الضوء الاكبر والاوكي انك تبني لنا الشبكه من اول وجديد، تبني لنا الدومين من اول وجديد، تبني لنا الزرعات كله من جديد فريش. ايش تعمل؟ لا ايش؟ هو قال بيك اب بس هي مش دائما السبليت اللي بدك تعمله يعني. اوكي بدنا نعمل سبليت وهذا كلام صحيح. اذا هو عشان يبني 2000 يوزر ايش مضطر يعمل؟ قال لك بدي اعمل سبليت، بس انا مش هعمل سبليت، هعمل شبيه بالسبليت بس هو مش اسمه طلب، انه انا ابني 2000 يوزر دفعه واحده. هتقولوا لي احنا من وين ندخل على شركه ونأسس فيها من اول وجديد صح؟ يعني هو مرض، انا لما دخلت على الاسراء لقيت اللي قبلي عامل السيرفرات صباح تخبيص، تخبيص العاده. بدات ابني من اول وجديد، كل شيء بنيته على ايدي، انا صار لي 10 سنين بالجامعه، كل شيء بالجامعه لما اطلع واسيبها لو طلعت اللي حيجي بعدني يدعي لي، كل شيء بلاستيك بياكل مني. اللي قبلها تخبيص، لما اجيت عند الوزارات بدي اقولهم لقيت انه انا في مشكله، انه انا عندي تقريبا 3 فئات، فئة الإداريين وفئة الأكاديميين وفئة الطلاب. الطلاب ولا في بالي كانوا، والأكاديميين ولا في بالي، مين اللي كان بيهمني؟ الإدارة، لأنه هذول الأكاونتات والداتابيز والوزارات والتسجيل والأمور هاي كلها، كانوا محدود 200-300 إداري موجودين. بنيت الوزارات تبعتهم شوي شوي، قاعد أتأمن فيهم شوي شوي. على مراحل ليه؟ لأن أنا ما طفيت السيرفر اللي كان شغال. انا خليتهم لوجن واشتغلوا فيه بيوزراتهم، وبدات اعمل الجديد، وبدات اللي اعمله انقلوا على الجديد. يلا اليوم 20 يوزر عملنا، يلا شباب روحوا انقلوا لي اياهم، فرجوا طلعوهم من الدومين القديم، نقلوهم للدومين الجديد، انتوا على هذا الدومين وعلى هذا الدومين. تمام؟ لغايه ما نقلت لكم. طب هدول 300 يوزر وعملتهم بايدي امر الله بسيط. لما بعدها صارت المتطلبات عندي انه الشباب في بعض الدكاتره كانوا يدرسوا في بريطانيا، فراجعين بريطانيا، بقول لك في بريطانيا الوزارات الطلاب كل واحد عنده اكونت له، وبقدر يخزن داتا في الاكونت تبعه، وبأي لاب بيروح وبيوزر وبيدخل بلاب الداتا تبعته. قلنا كلامك حلو يا سيدي، احنا مع التطور مش ضده. فقمنا روح جبت سيرفر جديد وجبت عليه 2 تيرا. تمام؟ ورحت عملت ميرور بين ال 2 تيرا. فصفى عندي قديش؟
تيرا واحد، قلت تيرا يكفي، بعطي كل طالب بالجامعه عندي 100 ميجا، بكفي 100 ميجا، 200 ميجا، وشو بدي اخزن؟ وورد على اكسل على القصص هاي، يعني شو بدي اخزن؟ فقول له بعطيه اظن 100 200 والله ما اتذكر يمكن 200 ميجا اعطيت كل طالب. طيب بس ليه ما اعطيه تيرا وتيرا والكوتا تبعته عشان يخزن ويخزنش فيها؟ كان اول مشكله عندي واجهتني ايش هي؟ بناء 7000 يوزر، لأنه دول طلاب مش واحد ولا اثنين، دول 7000 طالب. وعندك مشكلة ثانية إنه في كل فصل بده يسجل عندك 1000 طالب تقريبا بدك تبنوا اليوزرات تبعتهم. طب هدول كانوا 300، طب وهدول شو أعمل معهم؟ قامت مايكروسوفت قالت لك عندي الحل. شو الحل؟ قالت لك الحل بالبرد. كيف يا عمي؟ قال لك شوف، انت بكل بساطة راح تيجي على الدومين تبعك او على سيرفرك وتروح تجيب لي الكوماند هذا اللي انا مسويه هون. وصلنا عند الاوتوميشن، هو هذا اخر واحد، انا مش مجهز اشي بعده، انا حتى اليوم ما جهزتش من كتب من عجلك اليوم في الشغل. طيب الاوتوميشن، قال لك شو فكرة الاوتوميشن؟ قال لك الاوتوميشن بكل بساطة انت راح تيجي تعمل نيو تكست فايل، هذا التكست فايل راح تيجي تعمل لي عليه هيدر، تبني لي عليه ايش؟ هيدر. لو اجينا فتحنا هذا الفايل بلاقي انه الهيدر اللي موجود عندي هو عبارة عن انه قبل او ما قبل ما احكي عن الهيدر، قال لك مايكروسوفت قدمت لك تو تولز. التو تولز هذول الاولى اسمها اسمها السي اس بي دي اي، وهي من خلال هالتولز بقدر اعمل شغلتين، يا اعمل هالكتبه يا اعمل اوتبوت او انبوت. اوتبوت زي ايش يعني اوتبوت؟ اوتبوت يعني مثلا انا هاي سيرفري لو اجيت اخذت له هذا الامر لامر الاوتبوت اقول له بالله ورجيني كل اليوزرات الموجودين عندي بالاكتف دايركتوري، فلو اجيت اخذت هذا الامر قلت له سي اس في دي اي مسافه ماينس اف، يا سي اس في دي اي هاي تولز قلنا من مايكروسوفت تطبق على الدوس، اقولها يا سي اس في دي اي رجاء حطي لي بفايل اسمه اوتبوت. طبعا وين راح ينزل؟ راح ينزل جوا السي مكان ما انا واقف، طلعي لي ان يعني اوتبوت بكل المعلومات اللي عندك يا سي اس بي. اخذ هذا الامر بكل بساطه هيك كوبي، اجي هون اقول له على الدومين اعطيه بيست، او ممكن اقول له بلاش اقول له هيك عشان هيك حيودي لي اياها على الهندل، اقول له سي دي عشان انزل جوا السي وارجع اقول له انتر. ايش قال لي؟ قال لي طلعت لك اوتبوت ل 260 انترز، طبعا جاب لي اياهم بالاو يو بالكونتينر بالجروب باليوزرات بكله. تعالوا نيجي هون نرجع على السي، تعالوا جوات السي راح نلاقي في فايل ايش اسمه؟ output.csv، لانه السي اس في دي اي سي اس في دي اي دائما الفايل اللي بيطلع منها او اللي بتاخده لازم يكون امتداده ايش؟ سي اس في، هيها سي اس في تمام. فقام طلع لي فايل امتداده سي اس في. تعال نفتح هذا الفايل اوبن وذ النوت باد تولز من مايكروسوفت جاهزه. اوكي اطلعوا المعلومات اللي جاب لي اياها. اول شغله لازم تعرف انه السطر الاول هو عباره عن هيدر يعني عنوان، وتحته بنكتب شغلات، وبين كل هيدر وهيدر ايش في عندي؟ فاصله. اول هيدر عندي ايش هي؟ الدي ان. يلا ايش هي الدي ان؟ الديسكونت نيم كانت عباره عن ايه؟ انه فيها السي ان
تكون الكلمة باسم المميز سي ان يساوي اسم المميز فاصلة موجود في دي سي يساوي اي يو فاصلة موجود في دي سي يساوي كوم صح؟ يعني جاب لي تفاصيله صح؟ إذا أول هيدر بده يعني أعملها أوف هاي حتى الشاشة مش جايبة ما أقولها هي الدي ان الدي ان اتطلعوا لو أدور على اليوزر اللي اسمه زياد تعالوا ندور على اليوزر اللي اسمه زياد عشان نقارنه مع اللي فوق أقول له edit وأقول له find أقول له لقي لي زياد وأقول له find جاب لي زياد ولا لا هاي زياد تحت صح اطلعوا معي طلعوا معي كانت أول واحدة دي إن يعني disconnect name قال لك disconnect name تساوي ححط لك إياها ما بين إيش double quotation لأنه هي شغلات كبيرة كتيرة بالضم قال لك الكلينيكال نيم يساوي هو اسمه اي لا هذا جهاز زياد بدنا زياد زياد احنا هي زياد عبده هي 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 زياد عبده تعالوا نشوفه قال لك الكلينيكال نيم له زياد عبده موجود فاصله ب او يو اسمها اي تي فاصله بالدومين كنترولر اسمه اي يو فاصله بالدومين اسمه كوم وحطها بين دبل كوتيشن اذا هاي كلها ترمز لايش الديسكونت نيم اللي بعدها اللي بعدها طلعوا هون الهيدر اللي بعده ايش كان بيقول لي بعد الفاصله الاوبجكت كلاس شو نوع الكلاس لهذا الاوبجكت زياد هو ايش يوزر انزل تحت تعال نشوف وادخل هذا انا طلعت ولا انا كبست على شيء وراحت زياد والله شكلي كبست صح طيب زياد 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 سريع هاي ايوه 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 هاي اطلعوا بعدها بعد الفاصله ايش قال لي يوزر اذا الاوبجكت كلاس تحتها ايش نزلت يوزر وهل ما جرى قال لك مايكروسوفت لما انت بنيت اليوزر جي او اي بايدك الهيدر اللي عملته كاتريبيوت لهذا اليوزر اطلعوا قديش طوله يعني لو انت يوم سالتني قلت لي من وين اجيب الهيدر ادخل قل له اعطيني اوتبوت خذ الهيدر منه اطلعوا الهيدر قديش طوله يا شباب شايفين الطول طلع قديش شايفين الهيدر شايفين قديش كلها هيدر تحتها معبه معلومات عن اليوزر اسمه زياد باسورد وباي او يو باي كذا كل معلومات لا لا هدول الهيدر هدول الاسطر اللي تحت كل واحد منهم اوبجكت زياد منهم له سطر تمام اذا هذا الاوتبوت حط اوكي اوكي خليك معي ل 260 يوزر فما او 260 انتري اذا لو نزلت هيك لتحت هدول عباره عن 260 واحد طب تعالوا ناخذ الموضوع بصوره مبسطه اكثر تعالوا نرجع نيجي على الفايل اللي انا جايب لكم اياه اذا اول شغله بقدر اعملها من التولز الاولى اللي هي سي اس بي دي اي بقدر اعملها اوتبوت اخذ معلومات منها بس زي ما بقدر اخذ اوتبوت بقدر اعطيها معلومات انا ادخل فقال لك انت كل المطلوب منك تروح تجيب الهيدر الهيدر اللي انا بدي اياه شباب بكفيني هذا الهيدر انا ما في داعي اجيب الهيدر هذاك كله بدي اعبيه هذاك كله انا راح اروح اجيب هدول هذا الهيدر اخذه كوبي واجي على تكست فايل فاضي واقول له بيست انتر اول هيدر عندي ايش هو الديسكونش نيم اللي هو قلنا لازم يكون بين دبل كوتيشن صح واكتب كل المعلومات وبعضه بعده ايش يكون عندي فاصله اللي هو عشان احط الاوبجكت كلاس فلو اخذنا كمثال على هذا اليوزر هذا اليوزر تعالوا ناخذ هذا المثال لهذا اليوزر اخذه هيك كوبي واجيبه هون بيست اذا قال لك الديسكونش نيم هاي الديسكونش نيم هاي لغايه الدبل كوتيشن الاوبجكت كلاس ايش نوعه يوزر السام اكاونت نيم يعني اللوجن نيم تبعه ايش هو اسمه طارق محمد الزلمه هذا اذا اسمه تي دوت محمد طب اليوزر برنسبل نيم له فاصله تي دوت محمد @iu.com
طب الديسكريبشن وصفه، اذا انا مثلا سيستم انجينير، اذا كانت كلمه واحده ما في داعي احطها بين دبل كوتيشن، لكن انا كلمتين حطيتها بين دبل كوتيشن. اخر شغله قال لي طيب اليوزر اكاونت كنترول، قال لك في قيمتين 512 يعني انيبل، يعني بنزل هذا اليوزر انيبل، 514 بنزل هذا اليوزر ايش ديسيبل. سواء حطيت 514 وراح ينزل ديسيبل لسبب انه انا مش حاطط كمان تابه هون هون، ما اجيتش هون حطيت تابه باسورد تابه وكتبت باسورد. لو حطيت ثابت باسورد كهيدر اذا لازم اعبي هون تحت برضه فاصله واكتب له ايش باسورد، لانه بدون باسورد هذا اليوزر انا عم بدنيه. فسواء 512 514 ايش راح ينزل ديزيبل، لانه ما في يوزر بينزل عندي انيبل الا اذا كان باسورد. اذا حطيت ثابت الباسورد وعبيت تحتها اذا اعمل لك اياه انيبل، ساعتها اقول له 512. اوكي، اذا بكل بساطه يا شباب راح نيجي نبلش نعبي اليوزر الاول انتر دبل كوتيشن، اليوزر الثاني فاصله يوزر وقول له يوزر فاصله مش عارف اليوزر بنسب النيم فاصله. طبعا بدك تكتبهم، بس ما هي عمليه بنائهم راح تكون بضربه واحده. كيف يعني؟ تعالوا ناخذ مثال. هذا اللي احنا كتبناه هينا، ما تسالنيش ولا سؤال عبد الله، تسالنيش ولا سؤال، كمل معي كمل معي، انا بضحك عليك لاني قاعد افكر على فكره يعني، بس طول بالك. عملنا صاحبنا الايش الهيدر وبنينا ال 2000 يوزر، ولاحظوا نظام السي اس بي دي اي قلنا كرييت، هي معموله للكرييت عشان ابني يوزر تمام. فراح الاقي وطريقه كتابتها للسي اس بي دي اي دائما افقي وبعبي اليوزرات. طيب ايش التول الثانيه الموجوده عندي؟ قال لك التول الثانيه الموجوده عندي هي التول اللي اسمها اللهم صل على محمد ال دي اي اف دي اي. هاي التول هي بتشتغل نفس شغل السي اس بي دي، اللهم انه هاي بقدر اعمل منها كرييت وموديفاي وديليت واكسبورت. يعني لو عندي يوزر موجود من الاول بدي اعدل عليه كموديفاي، بستخدم مين؟ ال دي اي اف دي اي. بينما لو بدي ابني من اول وجديد فقط ممكن استخدم مين؟ السي اس بي دي. يعني ال دي اي اف دي ما بتبني، لا بتبني ما فيش فيها مشكله، بس ايش الفرق بينهم؟ انه هاي الهيدر تبعها افقي وبتعبي تحتها، هاي الهيدر تبعها عمودي، يعني الديسك وانش نيم وبتكتب اليوزر. السطر اللي بعده ايش بدك تعمل؟ تشينج تايب. شو بدك تعمل؟ ما حيقول لك فيها موديفاي. اد ايش يعني اد؟ يعني كرييت. موديفاي يعني او تعديل. اذا هي بتيجي افق، هذيك افقي وهي عمودي، اما التنتين بيأدوا نفس الغرض. اوكي، خلينا على ناخذ مثال على الاولى. اذا انا بكل بساطه عملت هذا الكلام، حطيت الهيدر، بلشت اعبي اليوزرات، قال لك بس تخلص هذا الموضوع لازم الملف التكست فايل هذا يكون ايش؟ سي اس في، ولا لن يطبق. اذا راح اجي بالاخير اقول له خلاص انا عملت الفايل الهيدر هذا، اقول له بس قبل ما اسكره اقول له فايل، بدل ما اقول له سيف اقول له سيف از. لما يقول لي سيف از اقول له ما بدي اياك تخزن لي اياه از تكست، بدي اياك تخزن لي اياه او والله لا خلاص سيف، اقول له على الديسكتوب وسيف. سيف بيقول لي في اوريدي. طيب بلاش، احنا ايش سميناه اصلا؟ تكست فايل، خليه يعمل اوفر رايت عليه. خلاص قول له سيف وسكرنا. هسه هذا الفايل اللي انا عملته المفروض اجي عليه رايت كليك رينيم واحول امتداده بدل تكست لايش؟ سي اس في، واقول له اوكي. وتعالوا نغير اسمه، نغير اسمه هون ايش بدي يعني كيف بدي استخدمه هسه؟ قال لك روح حطه بالسي، حطه وين؟ بالسي. ومثلا تعالوا نسميه هذا الاسم، سيبوني من يوزر هاي عشان ما نطولش حالنا الامر، اقول له اسمه سي اس في هيك، اخذها كوبي رينيم واقول له بيست. اذا خذ لي كوبي وروح فيه وين؟ على السي وحطه في السي.
بعد ما حطيته في السي بدي استدعيه من خلال الاوامر. راح اجي هون اقول له بيقول لك ادخل جوا السي في الدوس قول له سي اس في دي اي ماينس اي، انا بدي اعمل انبوت لايش؟ لماينس اف لفايل وين موجود في السي واسمه ايش؟ هاي هاي كلها حتى اوتوميشن هاي لازم اشيلها، واسمه سي اس في دي اي دوت سي اس في. الماينس كي شو معناها؟ انه لو انت بتبني الالف يوزر كان في يوزر موجود من الاول بنفس الاسم لا توقف ايرور توقف العمليه، اتجاوزه لا تعمله كمل الباقيين. هاي معنات الماينس ايش؟ كي. خذ لي هذا الامر هيك كله كوبي وتعالوا لي هون على الاكتف دايركتوري تبعنا، على الاكتف دايركتوري يوزر عن كمبيوتر. لو اجيت جوات الاي تي لاحظوا بالاي تي ما عندي غير زياد والتم صح؟ لو اجيت هون على الدوس وقلت له اعمل لي هذا الامر طبق لي اياه حطيته بالسي واقول له انبوت فايل كذا انتر ايش قال لي؟ قال لي وان انتري موديفايد ايش؟ سكسسفولي. اذا بكل بساطه لو سكرت الموضوع واجيت هون عملت ريفريش انا مش عارف اذا عامله على الاي تي ولا لا، عامله على الاي تي ايش طلع عندي؟ طارق محمد، بس هو ايش قلنا حالته؟ ديسيبل. وضحت يا شباب كيف بنعمل الموضوع؟ هسا نرجع لموضوع عبد الله. هيقول لي يا زلمه بس فهمني انا بدي اعرف وين الاوتوميشن في الموضوع لما انا بدي اقعد اكتب ال 2000 يوزر ورا بعض ما اروح اعملهم بايدي وخلاص صح ولا لا؟ مش هذا السؤال اللي في بالكم؟ صح؟ لا هو مش قال لي هو بكل بساطه روح لي على شغلك المفروض أو نعتبر عندي مثلا في الجامعة في مركز الحاسوب احنا عندنا مكتب بس تدخل فيه 17 موظف، هذول ال 17 منهم أنا رئيس قسم النتورك اللي هو الشبكات والصيانة، فعندي تحتي في 6 أشخاص، 2 صيانة تصليح أجهزة، 2 كاميرات، 2 شبكات، تمام؟ هذول الستة تيم تبعي، هسا اللي جنبي قسم البرمجة في رئيس قسم البرمجة وعنده 2 3 مبرمجين وهو مبرمج. بروح عند صاحبي هذا تبع البرمجة لأنه ماسك نظام الأوراكل والداتا بيز والأمور هي كلها، فالمفروض إنه كل واحد فينا لما توظف في الجامعة هو عبى طلب توظيف وتم إدخال هذا الطلب في الداتا بيز، صح؟ باجي عليه بقول له بس بكل بساطة بقول له اسمع بدي إياك تعطيني من الداتا بيز تبعتك تعطيني متغيرين، ايش المتغيرين؟ اعطيني اسم كل الموظفين اللي عندنا او كل الطلاب ما تفرقش كلهم والرقم الوظيفي تبعهم وشكرا لك. انا بس بحصولي على المعلومتين هذول منه وبقول له حط لي اياهم بتكست فايل، حط لي اياهم باكسل، بوين ما بده؟ باكسل. إذا معناته أنا بالمعلومتين هدول راح أقدر أدي كل المعلومات الجاية. هخلي اسم اليوزر اسمه اللوجن نيم تبعه اللي هو السام أو اليوزر بنسميه نيم هو رقمه الوظيفي، باسورده لأول مرة رقمه الوظيفي نفسه، لاحظوا أنا من خانتين عم بعمل أكثر من خانة. وأحط له باسورد وأظبط له المواضيع، باسورده زي ما قلنا هو نفسه رقمه الوظيفي لأول مرة. إذا معناته أنا ما رحت لكم بيدي، أنا رحت جبتهم ملف جاهز كل الموظفين موجودين فيه، كوبي بيست ضبطت الملف تبع منتو سي اس بي قلت له اخبار بنالي ال 2000 يوزر ولا ما بناهم؟ بناهم. هتقولوا لي برضه الموضوع مش داير لنا، أقول لكم بطريقة أسهل. أنا ريحت نفسي من هذا الموضوع وما روحت صرت اقول للشباب عندي لما اطلب منهم المعلومات يعطوني اياها، ما روحت استخدمت اني اروح اعمل هيدر زي مايكروسوفت ما قالت في تكست فايل وابلش اعبي المعلومات اللي اخذتها من الشباب وبعدين اطبق. انا روحت لقيت في برنامج على النت اسمه الادمن انجن او شيء زي هيك. هذا البرنامج هو من وراء الكواليس
هو بيشتغل سي اس بي دي اي وال دي اي دي اي بس هو بالنسبه لي جي اي. تمام؟ ايش سويت؟ اعلمكم على هذا البرنامج وبريت الماده بس يعني احنا خلصنا البلك بالطريقه اللي قلت لكم اياها، بس للخبره اتعلموا مني هذا البرنامج. شوف كيف انا بعمل الالف طالب كل فصل. اول شغله عشان اعمل هذا الكلام، انا في عندي هون بالتولز في عندنا يا شباب برنامج اسمه المانج انجن اكتيف دايركتوري مانجر. هذا شركه عامله هذا البرنامج، خذوا كوبي بيست وارميه جوات السيرفر تبعك. خليك محترم. ماشي، اي كوبي واي بيست عادي. هذا البرنامج يا شباب المفروض اللايسنس، يعني له اشتراء لايسنس سنوي والامور هاي كلها. هو ايش فكرته؟ هاي الشركه عامله انه من خلال جرافيك او ويب ديزاين بيخليك تعمل كل شيء على السيرفر، علما انك انت بتقدر تعمله بالطريقه العاديه، يعني ما فيش داعي تعمله من خلاله، بس انا بالنسبه لي بريحني في موضوع البلك. هذا البرنامج لو اجيت تعمل له انستول شايفين سي اس في بيست بالك يوزر، شايفين؟ يعني هو بيتعامل مع هذا الموضوع. بالك باسورد ريسيت، يعني هو شوف هو البرنامج حلو بيعمل شغلات مره واحده، بس هي نفس فكره السي اس في دي اي، يعني مش اختلاف. نيكست نيكست نيكست، نقول له كمان نيكست نيكست نيكست، خليه ينزل. طبعا هذا البرنامج احلى في موضوعه ايش؟ بينزل معك 30 يوم ترايل، بيخلصوا 30 يوم ببطل يشتغل، يعني بيصير خلاص تيجي تنفذ عليه شغله بيشتغلش، شيله ومع الفصل الجاي او بعد ارجع شيله ونزله برجع بقول لك 30 يوم مجاني وانا شغال معه عليه. والله محترم، كل مره شيله ونزله بقول لك 30 يوم مجاني وانا بعمل كل فصل للطلاب. هسه هذا البرنامج ايش طلب مني؟ قال لي اسمع انا بدي منك شويه هيدر، انت امن لي اياهم وما تعملش غيرهم. ايش الهيدر اللي بدك اياهم؟ قال لي شوف هاي انا هون جايب لكم تكست فايل كاكزامبل، حتى اكزامبل فعلي على الطلاب اللي عندنا تبعي، يعني هذول بس شكلهم تخرجوا اكس لا احنا وصلنا اكس واي زد اي، لا والله هذول يمكن سنه رابعه هسه. المهم انا ايش طلبت من زميلي؟ اول شغله طلبتها او البرنامج قال لي عليها، قال لي انا الهيدر اللي بدي اياها بس هم هذول، ما بدي غير هاي الهيدر، اعطيني اياهم ويخلف عليك. البرنامج قال لي ايش الهيدر هذول يا شباب؟ اول واحد منهم النيم، النيم لمين؟ للكلاينت. طبعا انا هون حاططهم بين دبل كوتيشن لانه في بينهم فواصل، تمام؟ فالبرنامج بيقول لي حطهم بين دبل كوتيشن. بعدين بده اياني اعطيه الجيفن نيم، الجيفن نيم هو عباره عن اللوجن نيم، هو عباره عن ايش؟ اللوجن نيم. انا شو طلبت من زميله؟ قلت له بس اعطيني اسماء الطلاب والرقم الجامعي للطالب، بديش منك غير هيك، حط لي اياهم بس بعمودين. رحت جبت الهيدر اللي عملته، عملت كوبي للطلاب ورميتهم كلهم تحت مين؟ تحت النيم. ورحت مسكت ارقامهم الجامعيه وحطيتها كوبي بيست تحت الجيفن نيم. نفس هدول مسكت هدول مره ثانيه وحطيتهم عند خانه مين؟ الباسورد. اذا كل طالب لاول مره رقمه الجامعي هو اليوزر تبعه وباسورده هو نفسه لاول مره، بعدين حيطلب منه يغير الباسورد. طب كيف بدي اقول له غير الباسورد؟ قال لك باسورد لاست ست، كم مره نحط الباسورد؟ قديش القيمه؟ انا عاملها كوبي على الكل، لو كانوا 1000 كوبي بيست 000 ثواني بتخلص معك صح؟ كوبي بيست. اذا كاني بقول له حط لهم تشيك بوكس انه عيد باسورده ات نيكست لوجن. شو ضايل علي؟ اقول له بس بدي اليوزرات ايش يكونوا؟ انيبل، ما انا بعطيهم باسورد، اذا حيعمل اياهم انيبل ولا لا؟ اذا لاحظوا القيم الثابته، هدول وهدول ثابتين استخدمتهم مع الباسورد، ال 512 والزيرو ثابتين، خلصت الهيدر، بديش اكثر من هيك. وضحت؟ اذا معناته انا ما كتبتش ال 1000 بايدي، انا رحت عند زميلي وجبتهم، وعبيتهم بتكست فايل. انت بتقدر تجيبهم من شؤون الموظفين عندك. بيعطوك اياه
كادمن بدك تعمل اليوزرات ما في مشكله. هسه بعد ما عملتهم هيك اول خطوه بدك تعملها هي انك تيجي، خليني اخذ هذا الملف كوبي عشان ما اعبش على الاصل، احطه هون بيست. اول خطوه يا شباب هذا اكسل فايل، يعني هو اكس ال اس اخره امتداده صح، هو صاحبنا بيتعامل مع ايش؟ سي اس بي. اذا راح تيجي دبل كليك على هذا صاحبك بعد ما عبيته التكس فايل، راح تيجي هون، خليكم كل معي، راح اجي هون اقول له سيف از، بيقول لي ايش بدك تسيبه، اكسل ولا ايش بدك تسيبه؟ اقول له اذر فورمات. لما قال لي اذر فورمات هون قال لي ايش الفورمات اللي بدك اياه؟ انا ايش بدي اياه يا شباب؟ ايش بدي اياه؟ سي اس في. في واحدة اسمها ماشين، وفي واحدة ام اس دوس، في واحدة قبلها، هاي اللي انا بدي اياها، كوما ديليميتد، هاي اللي بدي اياها كوما ديليميتد. بقول له خزن لي اياه بصيغه السي اس في، وبرضه خزن لي اياه على الديسكتوب، واقول له سيف. قال لي اوكي، اقول له اوكي خلص نو. ايش نو؟ خلص سيبه، اصلا سيبه سكر. اذا لو اجيت على الديسكتوب صار عندي فايل اسمه تيست سي اس في، لو فتحته لقيت انه فيه المعلومات نفسها، بس طبعا انسوا هذا عشان العربي، العربي لانه مش معرب على الجهاز اعطاني اياه بهذا الشكل، لو بالانجليزي ما كان طلع هذا الكلام، لكن عبالي المعلومات تبعتي صح؟ اطلعوا معي، برضو بقدر افتحه از ايش؟ از انه اقول له اوبن ويز نوت باد عادي، بفتحه نوت باد ما في مشكله. اصلا انا بدي افتحه نوت باد، ليش؟ اول شغله بدي اعدل شويه امور. لما انا حولته من تكست فايل ل سي اس بي قام عمل لي 3 دبل كوتيشن عند الاسباب، لاحظين؟ البرنامج بده كم دبل كوتيشن؟ بده وحده. فاذا انا بكل بساطه راح اجي هون اقول له ايديت على تكست فايل، اقول له بدي اعمل ريبليس. قال لي لمين؟ اقول له شوف كل 3 دبل كوتيشن خلي لي اياهم دبل كوتيشن واحده. اطلعه بس اقول له ريبليس اول، شو صاروا كلهم؟ ضربه واحده اوتوميشن، انا ما بشتغلش واحده واحده. شغله ثانيه، الطلاب حيتغلبوا في موضوع الاكسل كابيتال هاي عند اليوزر نيم والباسورد، حيزهقوني لما يكتبوه سمول مش حيشتغل معهم. حاجه اقول له شوف كل اكس كابيتال اعمل لي اياها اكس ايش؟ سمول عشان اخلص، واقول له ريبليس اول، صاروا كلهم جاهزين، خلصنا. اقول له سيف لي الفايل. هسه اقول له استنوا بلاش، اقول له كانسل، اجي اقول له فايل واقول له سيف از برضو على التكست، واختار اذا كان بالعربي، مش بالعربي تعملش هاي الحركه، اذا اليوزرات بالعربي حطها عشان يقدر يفهم العربي بالضبط. قول له UTF-8 عشان يفهم اللغه العربيه، وفيش عربي تعملش هذا الكلام، خلص سيف وخلص. اقول له سيف لي اياه، بيقول لي اعمل لك ريبليس عليه، اقول له ريبليس، شكرا لك. ملف السي اس في دي صار جاهز شباب، خذ لي اياه على السيرفر تبعك. دقيقه، هذا نقول له فينش، خلص. حيشتغل عندك كصفحه اكسبلورر يعني او ويب. تعال نجيب الملف تبعنا، ويب بيست. ايوه بالضبط، حاجي هون انزل الفايل تبعنا، هيو عم بيشتغل معي، اقول له هون اقول له اوكي. اقول لكم حسكر البرنامج، اشوف هون اعطاني اللوجن، هاي بديش اياها الصفحه، وهاي الصفحه بديش اياها، خليه يشغل لي البرنامج. احسن عشان توصل لها من اي مكان، من الانترنت توصل لها من اي مكان. لو انه ابلكيشن مش ويب بيس كده توصل له لو كنت بعيد عنه؟ طبعا. شباب في صعوبه بين سويته؟ قلنا بس بتجيب من الاتش ار بس معلومتين. انتم مش كل موظف فيكم له اسم وله رقم وظيفي؟ اذا يكفيك تجيب هذول الرقمين، عبيهم بناء على البرنامج بالخانات زي ما شفتوني عملت، وخزنه سي اس بي، وقول له تعال بدي اوديك على السيرفر. ابنه لا، هسا هون في نقطة،
هسا انت هون لا هتغير هذا الاسلوب، يعني انت حيصير اللوجن نيم عندك مش ان دوت كذا كذا، حيصير اللوجن نيم رقمك الوظيفي. وصلت صورة كيف؟ اللوجن نيم ايش بصير؟ هسا لكل طلابي بالجامعه، لكل خواري بالجامعه، اللوجن نيم تبعهم معروف، رقمك الجامعه. ما تجيش تحط لي اسمك وما اسمك بعدين رجعناهم بورقه. كل الجامعات طبعا رقمه الوظيفي او رقمه الجامعي خلص هو اللي بيميزك. وصلت صورة؟ اوكي. هذا نحكي احنا في البلك. هسا انت بتحط ان كذا بدك تبني من اول جديد. اما اشي بدك لقيت قدامك 1000 2000 بدك تعملهم مره واحده، ما فيش قدامك غير هيك. برايمري كي ممكن. شوفوا معي هسا البرنامج هون راح يشتغل. معقول الساعة صارت 7:48؟ لا حول يا اخي، انتم محاضرتكم انا والله بنبسط فيها بصراحة. يعني بكون في بعض المحاضرات الثانية بكون بشرح كويسين ومحترمين، بس يعني في مكان ثاني مش في سايبر، في الجامعة مثلا عندي او مرات بزهقوني لانهم طلاب. يعني انتوا لسه تكنيكال، ويعني ها تصور لما يكون طالب منيح بكون وضع صعب اكثر. انتوا امين حلوة تبعت كل تبعت اللي بعدكم ماشي الحال. هدلاك ما هم يعني ماشي الحال، شباب تكنيكال برضو. طيب لاحظوا معي انه نزل لي ايكون هون البرنامج بعد ما خلص، دبل كليك عليها. هسا بدي اوريكم، اقول له بالاكسبلورر شغل لي اياه دائما. لا قلت لك انت اعمل الهيدر تبعتك على قد ما انت بدك، جيب على تكست فايل اعملهم وجيب الرقم الوظيفي بس وانت عبيهم يعني وطبقها بالدوس، ما فيش داعي على البرنامج. وصلت الفكره؟ بس حيغلبك شغله واحده اللي هي ثابت الباسورد. ثابت الباسورد بدك تكتب الهيدر تبع الباسورد بعدين تحط نفس رقمه الوظيفي تحت، بس هاي المشكله. فهي يعني شغاله عند مايكروسوفت ما في مشكله، لانك انت مشكلتنا كانت مش بالتطبيق، كانت بكيف احصل المعلومه تبعت اليوزرات. اذا عرفنا الحل. بدي اعمل له لوجن. لا لا ما من البرنامج ما راح تشوفه اصلا، بالدوس برضه ما راح تشوفه. هسا هون يا شباب اشتغل عندي البرنامج، وزي ما قلت لكم برنامج بيعمل مليون شغله للاكتف دايركتوري، هي نفسها بتقدر تعملها من هناك، بس هذا كبرنامج بيعطيك تقارير وبيعطيك مش عارف اشياء او زياده. انا راح اجي اقول له اكتف دايركتوري مانجمنت، قال لي ايش بدك تعمل الاكتف دايركتوري؟ كرييت يوزر ولا موديفاي يوزر ولا موف يوزر، كل شيء تتخيله هناك بتقدر تعمله من هون. اقول له بدي ابني كرييت ايش؟ بالك يوزر. اكبس عليها. قال لي بدك تبني بالك يوزر، اذا يا صديقي العزيز اعطيني امبورت للملف السي اس بي. فهون اول ما اقول له بالك ايش قال لي؟ قال لي يلا امبورت لايش؟ سي اس بي. اقول له امبورت. انا بالعاده يا شباب قبل ما اعمل امبورت شو بسوي؟ باجي على الاكتف دايركتوري تبعي. ما هو احتمال انه انا في الاكتف دايركتوري الاي تي فيها 50 يوزر ومثلا هسه بدي اعمل 20 عليهم، لا يعني خوفا انه يطلع اي ايرور، فما بروح بعملهم ينزلوا على الموجودين، بروح بعملهم او يو خاصه فاضيه بس هيك تيست برميهم فيها، بعدين انا بعملهم موف بس اتاكد انهم انبنوا صح. فاقول له مثلا نيو اورجانيزيشنال يونت، اقول له اسمها تيست تمام، واقول له اوكي. هسه هون لما ارجع على البرنامج بقول له براوز على الديسكتوب في عندي ملف ايش على الديسكتوب؟ ملف التيست هذا صح؟ اقول له اوبن واقول له اوكي. بس سؤال، احنا عدلنا عشان احتمال يعطيك ايرور. هي طلعوا ايش سوى البرنامج لحاله. قال لي الجيفن نيم جاب لي اللي هو اللوجن نيم، قال لي اليوزر برنسبل نيم ما كان طالبه مني بس لحاله عرفه لحاله حطه، قال لي السام اكونت نيم برضه هناك ما اعطيته اياه بس هو لحاله حطه،
لانه هو بالنهايه هدول الاثنين يعتبروا اللوجن نيم. لاحظوا هون الديسبلاي نيم، النيم نفسه اللي هو كان المفروض يظهر عندي بالعربي. هون كل المعلومات وين موجود، الباث، الباسورد لاست سيت، الميل، عملهم ايميلات كمان وعمل لهم ايش كمان باسوردات. هسه في نقطه ممكن اقول له اوكي فيعطيني ايرور لسبب واحد، انه احتمال اذا كنت انت مطبق موضوع البوليسي الكومبلكس للباسوردات، فالباسورد اللي انا عم بحطه ايش ماله مش كومبلكس، فالمفروض انك تنتبه لهذا الموضوع وتكون انت اصلا مظبط موضوع الكومبلكس مؤقتا بس عبال ما تبني اليوزرات، تمام؟ فالمفروض انه انا هون احنا المره اللي فاتت غيرنا في موضوع الباسوردات، ما خليناهوش كومبلكس وخليناه 4، يعني مظبطين امورنا صح؟ تمام. اذا خلاص مش حيعطيني ايرور معناته ارجع على البرنامج اقول له نيكست، حلاقيه دخل جوا الاكتف دايركتوري. شايفين كيف دخل؟ لانه هو انا عم نزله على الاكتف دايركتوري، بيقول لي على اي او يو، اقول له على الاو يو اللي اسمها تيست واقول له كرييت يوزر. طلعوا معي اي ايرور عندك راح يعطيك انه عندك ايرور او لا باي يوزر. انا اخترتها من تحت، طلع لي كل اللي هات اخترت له عليها تشيك بوكس، قال لي طلعه سكسسفلي، طلعه كل اليوزرات عندي انبنوا بطريقه ناجحه. اقول له شكرا لك، بشوفك الفصل الجاي. والله ادخل على الاكتف دايركتوري، ادخل لي على تيست عشان اورجيكم هسه شوف الاوتوميشن كيف. ادخل على الاكتف دايركتوري، تعال لي على الاو يو اللي سميناها ايش تيست، ايش صار فيها اليوزرات. بس طبعا لا هذا بالعربي، انسوا عشان انا مش معرف العربي، لا انا عندي بالسيرفر تبعي بيجيب للعربي. لو اكبس دبل كليك الفيرست نيم، الديسبلاي، الايميل، الادرس ما فيش ادرس، اللوجن نيم، اللاست باسورد هاي محطوطه تشيك بوكس، اذا بنى لي اليوزرات كلها ولا لا؟ اطلعوا من الاوتوميشن. افترضنا انك انت بدك تبني لهدول اليوزرات، وانا هيك بعمل للطلاب، بدي اعمل لهم ماب نتورك درايف على الفولدر اللي انا حشير لهم اياه بالسيرفر ال1 تيرا عشان الايش يخزنوا الداتا تبعتهم صح. بدل ما اقعد اجي ليوزر يوزر بعلم عليهم هيك كلهم لو كانوا 1000، بقول له رايت كليك بروبرتيز، بقول له شوف بالنسبه للبروفايل ابني لي لكل واحد منهم بال 192 168 01 بالفولدر اللي اسمه هوم، بعدين بقول له يوزر نيم هون، لان انا ما اعطي قديش عدد كبير، مش هقول له واحد بالاسم. اول ما اقول له ابلاي شو حيعمل؟ كل الالف يوزر راح يبني لي جوات فولدر الهوم تبعهم فولدر خاص لكل واحد فيهم زي ما تعلمنا، وإله صلاحياته لحاله. ولما بيدخل الطالب او الموظف على يوزره بيلاقي بالماي كمبيوتر له ايش؟ ماب نتورك درايف للداتا تبعته وين ما يروح على اي جهاز. اذا عملتهم كلهم بضربه واحده برضه ولا لا؟ بلاش. هدول كلهم انا عارف انه موظفين اي تي، اقول له كلهم مره واحده حط لي اياهم مثلا هيك، طلعوا رايت كليك اد تو جروب، حط لي اياهم كلهم بجروب الاي تي، الاي تي جروب. اذا معناته احنا لا الاي تي اظن جروب اي تي جروب، ولا كيف مسمينهم احنا؟ اول اي تي؟ لا ما اظنش اول اي تي، والله حطهم قال لي اد تو جروب صح، يعني في اول اي تي بالاي تي كنه. وين عاملين الاول اي تي احنا؟ وين عملنا الاول اي تي؟ شكلنا عملناه وين؟ لا هو ضافهم، استنى شوي وين عملنا اول اي تي؟ على كل بغض النظر بالجروب اللي اخترناه، اذا رمالي اياهم كلهم بجروب مره واحده ولا لا؟ اذا بقدر اعمل مليون شغله على اليوزرات كلهم ضربه واحده ولا لا؟ بقدر. هاي فكره الاوتوميشن، هاي فكره البلك. تستخدم تو تولز عند مايكروسوفت، بانك تستخدم هدول التولز لعمليه بناء اليوزرات زي السي اس في دي اي او ال دي اي اف دي اي، هذيك تستخدمها في حال الايش الموديفاي، يعني انت بانيهم من الاول. وضحت الفكره؟ مشكلتك عشان نخلص الموضوع، مشكلتك كيف تعمل الهيدر. انت تجيب هيدر صغيره وتجيب من الاتش ار المعلومتين وتربط الهيدر تبعتك ونفذ الموضوع، او استخدم البرنامج السهل الخفيف وخلص الطريقه هو بيعمل لك اياها. وضحت الامور؟ سؤال. ما قلت لنا نبدا من الاول في المعالجه
هذيك من البوليسي حناخذها لقدام. مستعجل عليها كثير يعني؟ لا لا بس انه من البوليسي. هسا هاي الهيدرا ما بنحطها في معلومات. نعم. كل فطر في فاصل. لا 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 خلص انتر 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 انتر. اصلا انا ما بعملهاش على تكست فايل، اعملها على اكسل اسهل لك عشان مقسم. اسهل الاكسل من هاي. وحول الاكسل لاس بي على طول. عشان انا رحت على الاكسل قلت له تخزن بصيغه سي اس بي صح؟ وعمل لي اياه. ما هو ليه؟ انت جيب التكست فايل حط الهيدر وحط المعلومات وقول له تسيف كلك سي اس بي وخذه. طب ممكن شباب اشرح لكم شغله هسه، هذا البرنامج انا مش الفايل، الفايل مش انا عملته سي اس بي، هل بنفع استخدمه هسه على التولز مباشره من الدوس؟ بنفع. ما هو ايش بده الدوس غير ناشر له على سي اس بي فايل، صح ولا لا؟ اذا انا بس استخدمته من باب هيك انا استخدمه مع البرنامج، لكن بنفع استخدمه مع الدوس؟ بنفع، ما صار جاهز معبى كل المعلومات جواته. وضحت الامور؟ فهمنا شفت ثلاثه البلك يوزر. اوكي اوكي سند، ما في مشكله ما في مشكله. هسا انا بالنسبه لي بجزئ يعني باجي مثلا عند الموظف تبع الاتش ار بقول له اول شيء بدي تعطيني تقسيمات، اعطيني كل موظفين دائره الاي بي، بحطهم مع بعض عشان احطهم اعاملهم معامله خاصه بجروبهم بيبي، اعطيني موظفين دائره الماليه يعطيني اياهم بحطهم بالاكس فايل لحالهم بظبطهم بظبطهم لحالهم. اذا بقدر اتعامل مع الموضوع بطريقه مفصله ما في مشكله، بلاش احط كل الوزارات مع بعض بتكست فايل واحد. فهمت علي؟ بالنهاية يا شباب خلصت شغلك وزبطت وتأكدت انه المعلومات كلها صارت تمام واليوزرات انبنت، بكل بساطة تعال على هذا هون وقولهم يلا يا شباب موف، يلا روحوا لي على الاي تي، انتوا جماعة الاي تي. اذا كلهم صاروا بالاي تي ولا لا؟ صاروا بالاي تي. خلصت انا 1000 يوزر ببني كل فصل للطلاب، اذا بدي ابنيها بناء عادي ما بخلصش. هي يعني بس بعد دقيقتين ثلاثة بجيب بس بنات يلا اشتغلوا يا شباب انبنت. وصلت؟ هيك بنكون خلصنا موضوع البلك.